كيف داير هاني؟ مزيان؟ في غدا الأمة منها مزيان؟ شوية صاحبي مناش المشكل مشكل الغلا واش من واش كيجيكم من المصدر غالي ولا من المصدر من المنبع من المنبع يعني نفس الهامش اللي كان عندكم خليته بالنسبه لكم ثم نفس الهامش بقى نفس الهامش ديال الربح في الاثمنه بقى هو من طبيعه الحال هذا هو المهم عندنا الدرهم بيتي ب 100 درهم الغلاء من المصدر هذا عنده غير ظرفيه ها معروفه راه انتم التجار وعارف الغلاء من المصدر عنده هاد الظرفيه هذه وما غيبقاش ان شاء الله ونتمنى هنا المهم ديالنا هو ان اللي غيجيكم ثم من لاصوص ما تزيدوش على الناس يعني بحال ما كنتي كتبيع قبل نفس الهامش ديالك كيبقى بالعكس انا هضر طلاب هذا هو اللي كيحتاج كاين شي ناس ما درعنا وهذا الشيء ما تنبغيوش انا كاين بعض التجار شنو كيديروا كيستغلوا هذه الحمله هذه وكيديروا الاحتكار نرى البارح ملي اتصلت بالسيدي هضرنا على قضيه الاحتكار ما يجيش شي حد عندكم هنايا ويقول لكم لا انا غنبيع لكم بثمن قد هو حنا الهدف ديالنا هو ان انتم التجار تمشيو السوق الجمله ديال الخضر الفواكه من تما تتقداو اثمنه محدده مخلصه عليها لا تاكساسيون ديالها ماشي بقى هذا هو اللي ثم بالنسبه لنا هذه ظرفيه ان شاء الله حنا نتمناو انها تدوز غير هو انا اللي ناكد عليكم تكون لائحه ديال الاثمنه باش بنادم يعرف بحال دابا انت عندك هنا الديسير دير لي اللائحه ديال الاثمنه لائحه تكون باينه لائحه تكون كتحين كل نهار كل ما بدلتي السلعه ديالك باش ما تحين حتى راه كدير واحد ومن ناحيه ديال الحاجه فراه الوفره واش كاين الوفره ديال الخضر والفواكه ولا لا؟ كاين الوفره هو كاين واحد النقطه بحال مثلا دابا الباك كانت مارشي ديال 5000 اليوم سمعت 6600 في الوقت زاد 80 درهم في الصندوق حاليا دابا 6600 الصندوق حنا دابا غادي كنجعلك حتى انت واخا البطاطا ديالها 7 دراهم في الارض الفدان ديالها 7 دراهم حنا تنبيعوها ب 7 دراهم لان ما يمكنش الكليان تيبيعوا يشري معنا ديما وتيجي لعندنا تناخذوا الظرفيه ديالها يعني الا مشينا للكليان باعنا حنا دونك حتى حنا صابر تنبيعوا السعه 7 دراهم هما كلشي هو الخضره كامل كيسمعوا غنجيو حنا نشوفوا نشوفوا المحل عندك وديك الساعه نشوفوا غنجيو المطيشه المطيشه حيت ديال دابا 10 دراهم دابا 10 دراهم كيلو 10 دراهم لان ما يمكنش الخيار 100 دراهم هادشي الثمن اللي وصل الخيار 7 دراهم جمله القرعه دايره 15 درهم جمله خزو داير 4 دراهم جمله هذه دارت 10 دراهم اليوم جمله 10 دراهم دارت 2000 ريال الصندوق والجماله راه ربما راه انتما كتبيعوها؟ شنو تنبيعوها ب 10 دراهم جوج صنادق هما ربما راه وقيلا هادو يومين من نهار الثلاث ولا الاربعاء واليوم الخميس يعني يومين ويوم ثلاث ايام القوق 8 دراهم هو اللي عندنا في الغرب في الفدان داير 7 دراهم 6 دراهم ونص في الفدان عند الفلاح القرعه الحمراء هذه مع المناسبة ديال الجمعة 8 دراهم 9 دراهم 7 دراهم الفول 6 دراهم في الفدان لأن شوية عندنا قليل مع البرد وهذا ولكن نتمناو الجو يتبدل هو دابا أنت شوف أنت راك تاجر قديم وراك كما خلاوة ود الحرف راك عارف مهم حنا اللي بغينا نبلغوا الناس واللي يعرفوا الناس أن هذا الشيء عنده علاقة غير بالظرفية عنده علاقة بالظرفية ديال الجو ماشي بشي حاجة أخرى راك عارف ملي كنهضروا على المطيشة ولا البطاطا ملي كيكون البرد المطيشة ملي كتجينا أكادير شنو كاين الجو البرد حنا دابا كنتمناو ان شاء الله ان شاء الله شويه تقسم البرودة راه الثمن غيتقاد راه تما عندهم في المنبع هذه هي الهضره اللي كيقول انتم راكم عارفين هذه القضيه واحد الرساله بحضور اللجنه هنا كاين واحد النقطه ديال التاجر اللي هو تنقولوا حنا الجمال الجمال فين تيلقى المشكل وفين تيغلغل تيغلغل تكون السلعه قليله ثم تيطلق العروق ديالو وتيولي السمسار كيلعب معاك مثلا حنا البارح كانت عندنا مطيشه ب 5000 سيدي سليمان اليوم 6600 سيدي قاسم 80 درهم واش عند الفلاح واش عند السمسار هنا بحال واحد ميكرو الا طقاس الانسان ولقى عنده الصحه ضعيفه تيبدا يغلغل فيه راه هذا هي النقطه المهمه دونك ماتش دارت 5000 خصها دير 5400 5200 علاش ديما دير 6000 دابا شوف حنا مزيان هاد القضيه حنا كنهضروا على مستوى المدينه ديالنا على مستوى الاقليم ديالنا حنا هاد الثمن اللي قلتي لي خارج الاقليم ما فيهش عندنا هنايا هاد التجار اللي تيكونوا عندنا إيه لا الثمن اللي عطيتيني خارج الاقليم خارج الاقليم بالنسبه لنا هنا الثمن بقى تقريبا بحال ديال البارح ما كاينش شي تغيير لا ما كاينش تغيير دونك هذا هو المهم عندنا حنا ان شاء الله حنا انا قلت لك هاد الشيء متعلق بالظرفيه ديال الجو ان شاء الله كنغلي له العام راه انا اللي بغي حنا اللي بغينا هو ما يكونش عندنا
السياسه ديال الاحتكار، وانه يجي شي حد ويحتكر السلعه يديرها في شي ديبو ولا يديرها كذا ويجي يقول لك بغيتي مطيشه دوز عندي انا، بغيتي البطاطا دوز عندي انا. ملي كيكون هذا الشيء هذا عام وعلى كل شيء دونك راه حنا ما عندنا ما نديرو. حنا بالنسبه لنا راه حنا كنضامنوا بيناتنا، راه حتى انتم انا راه عارفكم، راه انا سولت قبل ما نجي قلتوا بان حنا راه اصلا نقصنا من هامش الربح. مثلا كنربح 2 دراهم ولا 3 في الكيلو، نولي نربح غير 30 ولا مثلا شي حاجه، دونك هذه راه مزيان وان شاء الله من هنا قدام راه هادشي هذا ما غيبقاش، راه هذه حاجه معروفه. هذه الحاله دابا راه باينين ماشي عاديين، يعني راه ضروري الظرفيه غترجع للحاله العاديه ديالها ان شاء الله. وهادشي اللي نتمناو حنا، اي حاجه تكون اتصلوا بنا، راه اللجنه راه ديما كدور اي وقت، صباح بالليل بالعشيه بالفجر يوقع شي مشكل عيطوا لنا، راه غنجيو سير بلاص ان شاء الله ونلقاو الحل. وتا الحمد لله راه كيبان لي النموذج دابا راه مزيان، لا راه السوق دابا حاليا راه مزيان مقارنه بالايام السابقه. اللهم يسر، راه هادشي الفضل ديال السلطه. اللهم يسر. لا لا فضلكم حتى انتم، هادشي فضل الجامعه. اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر. شي حاجه اتصلوا بيا ولا اتصلوا في السيج ديالها راه يعيط لي. اللهم يسر. نشكركم على هذه الزياره. انا كما وضحت السيد قائد المحترم، قلت لهم دي المدينه الوحيده في المغرب اللي تبيع الثومه رخيصه، لان ما تشوفش في الواقع 10 دراهم، الا هضرنا على طنجه ولا 5600 بين 26 كيلو 4200 فيها 30 كيلو بطرامها ومشي ليها تيشي ليها بجميع ما يكون هي طايحه تقريبا 100 وصله كدير 7 دراهم كتشريها بطرامها بكلشي ليها بالمهرسه ديالها بجميع ما يكون 7 دراهم كتحيد المهرسه وكتحيدها كتبقى 24 25 زعما نفس الشيء. وصله كذلك 5000 ريال فيها 28 كيلو بكلشي ليها ضروري 76 ريال وصله باش طايحه. هو المشكل شحال كتباع؟ كنبيعوها ب 9000 درهم دابا كيلو حبه من الخضره. راه هادشي هو اللي قلنا قبيله، الحمد لله ملي كيكون راه واخا الثمن طالع راه انتم كما خليو ضامنتو بيناتكم وكتخليو داك لا مارج ما تجروش عليك. لا 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 اتصلوا بنا راه غنديروا مع الاجراء. هذا هو اللي مهم عندنا، قبلوش هذوك الناس حنا ما كنقبلوش هذوك الناس اللي غيوقفوا علينا واحد النقطه. ايوا هذا الشيء هذا الفتره دايزه نتمنوا كاع ان شاء الله كاع الاسبوع راه كينقصوا داخل ان شاء الله وينقصوا. هاي ولات تخونيه شويه هذاك الشيء. والله ما يسر، الله يجازيك، الله ما إذن مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم معنا في هذا البث مباشر من سوق النموذجي بمدينة سليمان في إطار اليوم شفنا اللجنة مختلطة جات اليوم حضرات، شنو التوصيات اللي خرجت بها اليوم اللجنة؟ أولا بعدا نشكروا بعدا اللجنة على الزيارة ديالها اليوم. كان تكلمنا على الثمن، التبسيط ديال الثمن. المشكل ديال الثمن وهو مرتفع ماشي وتنشكروا جميع التجار المهنيين على هذا الاستمرار ديالهم وعلى هذا
ما هي اهم النقاط اللي جاب اليوم السلطات؟ اهم النقاط ديالهم هو نطلبوا من الله المظالم المدرجي ضرب من المدينه تسمى بالضبط السكن المدرجي. فين في غادي؟